عسلامة. عسلامة. لاباس؟ الحمد لله. قد منا روح؟ لمجد رزقي، نعيش في سويسرا صافي 23 سنة. ما شاء الله. عندي مهنة، خدمتي أوبيراتير في المونجيلا، معناها دومين تاع المناقل، فهمت؟ وعندي 5 صغار غادي، فهمت؟ ما شاء الله. والحمد لله، معناها فريمو عايش، معناها فهمت؟ الحمد لله. بي قلت لي بداية الهجرة متاعك كانت غير نظامية. وي قبل، وي ما دبي ما عادش نحكي عليها، غير نظامية. خاطر هي في النهاية ناجحة، معناها تجربتك ناجحة كانت. وي الحمد لله، وي الحمد لله. الحمد لله مشيت قبل، معناها ما غير واحد، ما بدلت حياتي، معناها فهمت؟ نعيش بالقانون ونعيش، معناها نحكي على تجربتك من الأول، يعني كيفاش الصعوبات اللي واجهتها، بما أن هي هجرة غير نظامية دونك أكيد واجهت صعوبات حتى نوصلوا لتوا، يعني التجربة ولات ناجحة. والله يسمع قبل راهو نوع وتوا نوع مع لي نقطة باش نحكيو فيها باش ما يفهموناش بالغلط السادة المشاهدين. قبل خاطر العباد كي تمشي غادي فما الريسبكت، معناها يقدروا العباد باللي تكون انت، معناها تعمل في الواحد يقدروك، ميتو ما عادش معناها يقدروهم، فهمت؟ ما عادش فما احترام، يضربوهم يهينوهم، فهمت؟ وفريمون معناها بدلت حياتي، ما عادش نحب معناها الشيء. قداش مشيت؟ والله مشيت عام اخر 89 معناها فريسك، فهمت؟ 89 يعني هوني فوق 30 سنه مسيو، فوق 30 سنه، كان في الثمانينات يعني. اي مشيت صغير انا بريسك 17 سنه مشيت. معناها اكثر من 23 سنه. اي معناها 23 وبليس 10 33. فهمت؟ والحمد لله معناها ولادي يقروا غادي، مستحفظ على وليداتي، مستحفظ على فاميلتي، مستحفظ على روحي، نقدر العباد، نحترمهم غادي، يحترموني. اول ما هاجرت كان عندك شكون غادي ولا؟ نو ديما معمل على روحي. اول ما هاجرت وين مشيت؟ مشيت لإيطاليا أول مرة وعملت على روحي، ما عملت على ولد خالي لا جدي لا عمي، معناها فريمون وحدي، معناها فهمتي؟ ومشيت للسياد، مشيت دنمارك، ألمانيا، فهمت؟ هذا من غير أوراق. واستقريت في سويسرا. واستقريت في سويسرا، معناها كتب مكتوبي غادي، معناها استقريت في سويسرا. خدمتك غادي. خدمتي غادي، وي عندي إكسبيريونس 18 عام. احنا قلنا باش نوضحوا نقطة مهمة، خاطر احنا توا كنا نحكيوا على هجرة غير نظامية وفي الاخر كانت ناجحة، يعني اكيد مانيش ننصحوا في الشباب انهم يهجروا هجرة غير نظامية، خاطر هذاك وقت وانت واحد من الاشخاص اللي في الوقت هذاك نجحوا. وي وي فريمون اسمع كل واحد وعقليته راهو. توا اختلف يعني، توا يعني اختلفت الاوضاع. نو ما عادش كيما قبل، توا معناها يهينا، معناها فهم يهينوهم بلاش اوراق، يقلقوهم برشا برشا. بريمو والتي هنا وما كل واحد وزهر وراوه، كان عندك في مخك وتعرف تتصرف في حياتك نجم معناها تلقى طريق الباهي، وكل واحد والاكسبيريونس بتاعه وكل واحد ومخه، ما نجمش ننصح واحد نقول له ما تمشيش، فهمت؟ كل واحد ربي سهل وكل واحد وزهر وكاه، فهمتي؟ يبكي على الزهر ولا كيما انا مشيت، معناها عرفت روحي مش بدلت وعرفت كيف نخدم وتعلمت صنعه وفهمت اكسبيريونس ومعك وره وبليس، معناها يزم قرايه والحمد لله ماشي قاري برشا، مي سلكتها معناها عندي ان بون سيرتيفيكا. مسيو كان انت مشيت في الوقت هذا ما تنجمش تنجح. ما نمشيش يعني. انا ما نمشيش، اللي حابين الميساج اللي حابين نوصلوه، ما نمشيش على كاسكروت غادي ولا نمشي باش ننتهي برا في الشارع. نو ما نمشيش في الوقت هذا ولا نحط ساقي غادي، فهمتي؟ نقعد بحذ امي خير، فهمت؟ وكا وذكر اللي عندي ولا مسيو كي هجرت يعني كان هكا في معناها كيما توا الحراقه شقف ولا كيفاش بالضبط؟ عملتهم الكل انا، فهمت؟ اما بدل ما انا عملتهم كل اكسبيريونس وباهي خذيتها، فرحان بها انا ذيك الاكسبيريونس، ما نغلطش توا مثال، نعرف كي نعرف ونحط ساقي، فهمت؟ نعرف مع شكون نحكي، خاطر الاكسبيريونس عطتها لي معناها ايطاليا، واحد ان بون اكسبيريونس معناها وليت نفهم بيان معناها، ما نحطش روحي في المشاكل، ما نحطش روحي 23 فريمون ما عندي حتى شيء في سويسرا، مريقل يقدروني يعايشوك يعلموك صنعه، فهمت؟ خاطر نجي سوي كباب راهو باش بورتوكوا معناها، وفريمون عاونوني شكون عاونك؟ في بلا سويس
فريمون عاونوني بيان بيان وعطوني خدمه وكونفيونس. نوريك المجال اللي نخدم فيها تقول لي يعطيك الصحه. فريمون نخدم في اغلى نوع. شنو هو الماخك؟ شارميل، روليكس، تيسو ما نحكيش، معناها برشا برشا منيكر تعدوا على يديا، فهمت؟ والكونفيونس عاطين فيا، فهمت؟ والثقه، وفريمون لقيتهم القوره معايا في الخدمه، فهمت؟ فريمون لا كلاس، والله لا كلاس، فهمت؟ ان شاء الله ربي يوفقك مسيو. تزوجت ميلا وجبت صغيرات؟ وي 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 عندي صغار. وي رغم هذا تزوجت تونسيه؟ وي كانت نو كنت معرس معناها. تزوجت اجنبيه؟ نو معناها مهم، نحبش نحكي في الموضوع هذا. على راحتك. ما كتبش المكتوب وكا، فهمت؟ عرس تو عندي اربع صغار، خمسه صغار عندي. فهمت؟ والحمد لله وكا، ومعناها نحمد ربي ترونكيل، غادي نرقد مرتاح، فهمتي؟ قداش تجي لتونس؟ انا والله برسك كل عام. مرة ولا مرتين؟ ساعات مرتين، ديبون والوقت، فهمت؟ مربوط بالخدمة؟ وي معناها فهمت، كي تبدا عندي باكونس كبيرة كنقسمها ساعات، فهمت؟ يعني ينجم يجي نهار وترجع لتونس تستقر هوني ولا لا؟ لا ياسم، أنا نحبها برشا راهو بلادي، فهمت؟ نحبها برشا، مي ما عادش نجم أنا تو، فهمت؟ عندي صغار يلزمني معناها نكبرهم ونوصلهم باش نجم نولي نجي لتونس. مي بروغرامي معناها باش نجي لتونس، فهمت؟ ماهيش في البروغرام توا؟ نو 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 توا. لا صغارك يجيو لتونس معاك ولا؟ يجيو لتونس و بوها؟ يموت. التليفون عندك؟ ولا سا جي في البلون سا لميخ، الضو تاع المونغيلا. انت تعمل في الليل؟ في الليل تشوف الضو يشعل، فهمت؟ هذيك انا خدمتي معناها بروفيسيونيل كاليتي رابيد بيان انتجري توتال، فهمت؟ اسوام المنيقل اللي معناها تخدم فيهم قداش؟ انا خدمت راهو في جروب سوات سويتون، فهمت؟ منيقل بتاع 500 600 مليون. اغلى منيقل؟ اغلى منيقل خدمت 3 مليارات. اللي هي شنو الماخك نتاعها؟ شارميل. يلبسها زيدان، بنزيما، رافائيل ناديل، خاطر رافائيل ناديل يعني نعمل في بليسيتي معاه، هو اللي كي يلعب في يديه المنيقل. ولا سي سا. مي لا نلقاو عندك مونجيلا في السوم هذا؟ نو نو امبوسيبل. نو ما عندكش حتى رولكس؟ نو نو غالية مش رخيصة. نو 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 انا من نوع معناها سوات شتيسو، فهمت؟ رولكس نو غالية برشا، فما منيق ما ناخذهمش، معناها ناخذ حاجة سامبل كيما خدمت تاع سوات قبل نجم ناخذ، فهمت؟ معناها ناخذ سوم معين لي انا، فهمت؟ مي انا بدلت الشريك. ان شاء الله ربي يوفقك مسيو. نخلي لك كلمة الختام. ان شاء الله ربي يسر بلادنا، وان شاء الله ربي يبقى علينا الستر. امين يا ربي. شكرا.